راجل كويس لا، كانت بداية علاقتك بيه في الأول إن أنت يعني ما كنتش حصل بيكوا بين بعض مشكلة. لا أنا عايزك تشرح بس الموضوع عشان الناس واخدة. هو الموضوع كله محتاج توضيح بس عشان الناس برضو خدت الكلام مش صح يعني، أو هم اتفسر بطريقة غلط. الراجل لما جه وأنا مصاب، لما جيت رجعت ولعبت نزلت مع الفرقة، طبعا بيبقى فيه ترتيب زي ما حضرتك عارف، واحد الأساسي واللي بيبقى بعديه ورقم ثلاثة، يحطه على طول لازم ياخد وقته وما شافنيش. وكمان يا كابتن أنا لما أجي أتكلم أو ألوم الجهاز المعاون مش ألوم الراجل، إن الجهاز المعاون عارف مثلا مين كابتن إسلام الشاطر، عارف مين وليد سليمان، عارف مين كده، لكن الناس ما قالوش حاجة. ساعتها أعتقد الجهاز اتكلم بعد كده وقال بعد كده لما أنا دخلت واتكلمت مع الراجل، الراجل اتكلم معايا بكل احترام، الراجل قال أنا هو فعلا قال لك لو مش عاجبك روح؟ لا، لما لان انا بتكلم اصلا يا كابتن، لما انا عمري ما طلعت بره التقسيمه في التدريب. انا طلعت مرتين، هو ده اللي خلاني، انا عمري ما رحت اتكلمت مع مدرب قلت له بلعب ولا ما بلعبش. كابتن حسام من بدري قعدت معاه كتير ما كلمتوش، انا بلعب ولا بقعد ولا اي مدرب. بس انا لما لقيت نفسي بطلع بره تقسيمه في التدريب، لا تقسيمه في التدريب ما حصلتليش في تاريخي يا كابتن. لا انا قلت بقى لازم بقعد مع الراجل، يمكن الراجل ما حدش مصله حاجه او مش فاهم حاجه من احنا كلاعيبه مصريين مش عارفنا. دخلت له الراجل قال لي انا عندي بالترتيب، انت انا جيت لقيتك انت راجل مش موجود. انت راجل رقم ثلاثة عندي. قلت له رقم ثلاثة ازاي، انا راجل كنت اساسي بس اتصبت. قال لي لو مش عاجبك، كنت انا بتكلم برضو معاه وانا مشدود طبعا طبيعي مشدود، قال لي لو مش عاجبك ارفع ايدك. قلت له لا انا موجود في النادي بس قول لي انت، يعني انا لو جه عليا الدور هلعب. قال لي لا لو جه عليك الدور هتلعب. بقيت اتمرن جوه النادي وبره النادي لحد ما جه موقف. راجل كويس جدا يا كابتن، وكان بيحبنا جدا، والناس اللي ما بتلعبش كان بيعاملهم احسن من اللي بيلعبوا، دي حقيقه. راجل كويس جدا. راجل كويس جدا. بس الناس فهمت بقى الموضوع غلط من الموضوع ده اللي انا بقوله لحضرتك. بس جه بعد ما انا لعبت، الراجل جه اعتذر لي قدام الفرقه كلها. لما لعبت جه قال انا يعني، هو مش عايز برضو، من هو راجل محترم مش عايز يقول ان الناس اللي معايا ما قالتليش عنك حاجه او ما عرفتش، بس انا شفتك. اعتذر لي قدام الناس وحضني وباس على دماغي وقال لي يا وليد انت لعيب كبير، واثبت لي فعلا انت لعيب كبير ولازم الناس كلها تحترمك وكده، لكن انا مفيش بيني وبين الراجل حاجه خالص يعني.